أيها النظر الكرام، السلام عليكم. اليوم بغيت نتكلم لكم شوية على المشاكل اللي كتعرفها الجهة الشرقية، بعض المشاكل اللي كتعرفها الجهة الشرقية، وهذه المشاكل اللي هي اللي كيعاني منها واحد المجموعة ديال الناس ضعفاء، فقراء 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 بزاف. منهم كما حكاو لي المرأة، كيمنهم بعض العيالات اللي كيديروا الطباقي بالحلفة وكيبيعوهم باش يجمعوا ويديروا قبر الحياة. مرهم بعض المانوفريه اللي كيمشيو للموقف يخدموا نهار وما يوقفوش، يخدموا 100 درهم ولا جابوا 100 درهم ياكلوا 20 درهم ويجمعوا الباقي باش يجيبوا شكارات الشيء ما يبنوا الدار. منهم ناس معوقين، منهم ناس عجزه، منهم الناس اللي هجروا من الباديه الى المدينه مقطره الجفاف اللي كان كذا، ومنهم منهم 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 ناس فقراء، يعني اخل افقر من الفقير. هاد الناس هادو تفاجئوا ملي جاتهم السلطه، جاتهم السلطه وقالت لهم دابا حنا غادي نعاودوا الاعاده، غادي نعاودوا اعاده التهيئه ديال مدينه وجده، وانتم جيتوا في هذا المكان حكمت عليكم الظروف باش المنازل ديالكم غادي تهدموا، نعاودوا اعاده الهيكل اعاده التهيئه. الناس ما عندهم ما يقولوا، قالوا ما سيدي لا هذا الشيء جا ما عندنا ما نديروا، شنو غادي نديروا؟ قال لهم غادي نعطوكم، اولا غادي تهدموا، بعد ما تهدموا غادي نعوضوا لكم بواحد الشقق اجتماعيه ما يتعداش المتر ديالها 50 متر. الناس تفاجأت وتخلعت، لأن الشقة الاجتماعية كتسوى 10 مليون 12 مليون، هذا هو الطريف ديالها قانوني، وهما عندهم الدور اللي الحياة ديالهم كاملة 30 سنة 40 سنة، وهما خدامين كما قلنا. المرأة خدامة في الحي المام كتمشي الروح ديالها طاحت الجسم ديالها ولا 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 بحال إبرة من كثرة الحرارة. الناس اللي كيمشيو للموقف، الناس اللي كيبيعوا باع المتجول، والناس مقطعين ما في حالهمش، مقطعين يجمعوا باش يديروا دوك الدويرات ودار دوك الاسره. 30 سنه هو كيبني في الدار ويبني في الاسره، ومع اون باراليل مع الدار دار اسره كتكون على الاقل 8 و 10 ديال الافراد، 5 د البنات تزوجوا وخرجوا على برا، و 5 د الاولاد باقيين ساكنين، وكل ولد دار مراه ودار وليدات، يعني اسره ولات عائله. وكيقولوا ما عطوكم شقه ديال 50 متر، لا قال لك حنا هادشي ما بغيناش، حنا بغينا يعطيونا القيمه ديال المنازل ديالنا، هذا راس مالنا عباد الله. راه 30 سنه وحنا كنجريو وكنتكرفصوا وكنباتوا في البرد، واحد السيده كتحلف وتصحف قال لك البرد والثلج، بعت الكوبيرتا جديده باش مشيت في شكاره سيما باش نبلع واحد السرجب كان يدخل عليا البرد. الناس قال لك حنا كريديات مازال حاصلين فيهم، اللي با عطاه، اللي باع خروف، اللي معطاته، اللي بعت لويزا، اللي بعت هادي، اللي بعت هادي، باش جرو دوك المنازل ديالهم. والمنازل ماشي بحال بحال، كاين المنزل اللي فيه 50 متر، كاين اللي فيه 100، كاين اللي فيه 150، كاين اللي فيه 200 متر، كاين المنزل اللي سوا 15 مليون، كاين اللي سوا 20، كاين اللي سوا 40، كاين اللي سوا 60. ما يمكنش قال لك غادي يعطيونا شقق كيف كيف 50 متر، فين نمشيو حنايا؟ راه هذا ارهاب. نعم قال لك هذا ارهاب، هذا راه ماشي الارهاب، هو داعش انه كيدير قنبله كيقتل واحد المجموعه، ربي غادي يخلصهم، لان هذوك الناس خوانا، حتى هذوك داعشين خوانا، هذوك ارهابيين ما خصناش نعطيهم بالمثال، ولكن هذوك ارهابيين وما يخافوش من الله. ولكن انا هذا الارهاب اللي كل يوم كيموت الفقير، كيموت 10 15 مره في النهار، ملي كيجي رجل السلطه ويجيب معاه التراكس وكيخلعوا، ولا كيجي رجل السلطه يقول له والله ما تخرج ما تدي شهاده السكنه ولا ما تديش، واش ماشي ارهاب هذا؟ راه ارهاب حتى هذا. راه كاين بعض رجال السلطه اللي كيرهبوا المواطنين وكيموتوا كل يوم، ما كيموتوش غير خطره وكيتناو، راه كل يوم كيموتوا مساكين، كيباتوا في الثلج، هذا البرد اللي فات وهذا الثلج، بعض المنازل اللي تهدموا وبعض المنازل اللي بقاو، راه لما دخل ديك اللي تهدمت الحياة دخلت المنازل، الناس بايتين على برا. علاش ما يكونش الحوار والتفاهم يحاولوا باش يروحوا للوسط؟ واش غادي نبنيو مدينة وجدة ولا نبنيو المدن المغربية على ظهر المساكين وظهر الفقراء اللي ما فحالهمش؟ واش هذا معقول؟ راه سيدنا الله نصرو كيوصى على المسكين وعلى الفقير. ووصاكم ماشي باش تخدموا هاد الخدمة بحال هاك، وصاكم باش ديروا حل وسط، باش تتهموا بالمسكين قبل البناية ديال قبل التهيئة، شوفوا دوك الناس فين تديوهم، وتشوفوهم على الأقل عطوهم غير كما كان عندهم، ما تقلعو لهمش. إلا فراس مالو 10 مليون عطوه له 10 مليون، فراس مالو 20 عطوه له 20، راه بناها 10 بـ10 يجرى بها جرى. ولهذ المناسبة غادي نقول لكم بلي هاد الناس اتصلوا بالمركز المغربي لحقوق الانسان، حنا مشينا وعاينا وشفنا بعيننا، شفناهم كيموتوا كل يوم، كل يوم كيموتوا ناس معوقين، شوابين، عيالات، اطفال، كاين اليوم كيموتوا مساكين كل يوم، خايفين
خايفين من هاد السلطة اللي جيت تهدم ليهم واللي حلفوا فيهم نديروا لكم ونعطيكم الأوراق لهادي لهادي. وكيقول لي خفنا حتى وليداتنا، عندنا ولادنا في واحد السن ديال 18 سنة 19 سنة 20 سنة أطفال ما يعرفوا ما يديروا، منين كيشوفوا والديهم محقورين وكيبكيو والديور ديالهم كيتهدموا شنو غادي يديروا؟ وهاد الناس قال لك حنا المحامي ديالنا الوحيد هو صاحب الجلالة، هو ملك الفقراء، صاحب الجلالة هو ملك الفقراء. هما هاد الناس كيبغيو يبانوا أننا درنا وفي ساعة درنا المشروع في ساعة بيناه في ساعة حلينا المشكل ديال دوك الناس ما بقاش عندنا مشكل عودنا لهم شقق هادي وهادي. ماشي هذا هو الحل الإخوان، ماشي هادي حقوق الإنسان، الحق ديال المواطنين، ماشي هادي ماشي الحقوق ديالهم. راه الساكن راه حقهم، راه 20 سنة 30 سنة هو كيبني، عود له غير الشيء اللي ديك عطيلو. راه الدولة هادي تقدر تعود لواحد دوك 300 ولا 300 واحد قد ما تسوى الأرض، ما تعطيهمش كثر، عطيهم غير القيمة ديال المنازل ديالهم. ولكن أنا غادي نختم بواحد بيت شعري، وقبل ما نختم بيت شعري غادي نقول لكم أن المركز المغربي لحقوق الإنسان راه كيتضامن مع هاد الساكنة، وراه ضامن معاهم والبناء لهم واحد الطلب ديالهم، لأنهم بغاو يوصلوا الرأي ديالهم الرأي العام بواحد الوقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، يوم الخميس 2 فيفري إن شاء الله على الساعة 4 بعد الزوال في ساحة 16 أمام مقر بلدية وجدة. وغادي نقول لكم واحد البيت شعري نقولها لهاد المسؤولين هادو، هاد المسؤولين هادو اللي كيديروا ديك السياسة كما أمشي أنا اللي قلتها، قالها الفروج الديك العلعون. أش قال العلعون؟ مسكين جا ولقى ولدو ذبحوه وريشوه وكلاوه وداروا به واحد، داروا به البويون وعطاوه لواحد المرا نفيسة باش تبرا. ما كيقولوش ولد السبع ولا ولد الفيل هو اللي يداوي، لان ما يقدوش الولد السبع ولا الولد الفيل، كيحقروا غير الناس الضعافة. اش قال الفروج؟ قال له وصفوك فاكلوك فيا ليتهم وصفوا شبل الاسد. راه كيخاطب الولد ديالو، وصفوك يعني وصفوك فاكلوك فيا ليتهم وصفوا شبل الاسد. واقول لكم اللقاء، ونتمنى ان شاء الله الخميس باش السلطات المحليه تلقى شي حل مع هاد الناس. وشكرا، وسمحوا لي لو كنت فاعل شويه لان هذا الشيء مؤلم.